أدى تساقط الأمطار الغزيرة على العاصمة السعودية الرياض إلى إجبار السلطات على غلق بعض الطرق المؤدية إلى ضاحية لبن غربي العاصمة. وبحسب السلطات فإن كمية الأمطار المتساقطة تجاوزت المعدل الطبيعي لتساقط الأمطار في المملكة، ما أدى إلى عجز قنوات الصرف الصحي عن استيعاب مياه الأمطار، وتسبب بغلق الطرقات دون تسجيل أي وفيات أو إصابات. بينما قالت وزارة التعليم السعودية إن المدارس ستبقى مغلقة لليوم الثالث على التوالي في كل من الرياض والقصيم المركزية بسبب غزارة الأمطار.